احنا نتعرف اكثر على النصر من خلال التقرير التالي. بعد أن خطف النصر 3 نقاط من نجران وعاد بها إلى الرياض، ها هو يستعد لمواجهة الفتح، ولكن هذه المرة في أرضه وبين جماهيره. فقد أجرى المدير الفني للفريق زينجا التدريبات اللازمة لخوض هذه المباراة، وشدد على أن لا يلتفت الفريق إلى نتيجة الفتح مع القادسية أو إلى نتيجتهم السابقة مع نادي نجران. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني لعبنا المباراه السابقه طبعا مع شق نادي نجران، والحمد لله كانت مباراه جميله طبعا بالنسبه لنا كنصراويين، والحمد لله حققنا المهم اللي هو طبعا 3 نقاط. هذا بالنسبه لنا كلاعبين نصراويين الحمد لله، وكجماهير وكاداره وكجهاز فني، وان شاء الله باذن الله طبعا نسينا طبعا مباراه نجران، والان نفكر طبعا المباراه القادمه ان شاء الله مباراه الفتح، وباذن الله ان شاء الله راح نكون طبعا عازمين ان شاء الله، طبعا راح نقدم ان شاء الله لجمهورنا الحبيب ان شاء الله المباراه القادمه 3 نقاط ان شاء الله، وراح اقدم ان شاء الله صوره طيبه عن المباراه القادمه باذن الله ان شاء الله. العالمي يطمح في هذا الموسم ان يعيد الامجاد السابقه من جديد، خصوصا في بطوله الدوري بعد الاستعداد الفني الاكثر من رائع الذي قام به نادي النصر، ويسعى الى ان يبرهن للجميع ان النصر متى ما اراد العوده فانه سيعود. الحمد لله كانت بداية الموسم هذا بداية موفقة، ظفرنا ب3 نقاط في المباراة الماضية أمام نجران، كانت مباراة صعبة قدامنا مباراة الفتح، طبعا الفتح فريق كبير وللموسم الثاني موجود في الممتاز، احنا ان شاء الله عازمين كل العزم في المباراة الجاية ان شاء الله نقدم افضل مستويات عندنا، وباذن الله نحقق الامال والطموح النصراوية بالظفر بال3 نقاط باذن الله. مباراة مثيرة سيحتضنها استاد الملك فهد الدولي في الرياض، فنادي الفتح يريد أن يداوي جراحه من القادسية بفوز خارج أرضه، والنصر يود أن يشبع رغبة جمهوره الذي لن يتخلى عنه في هذه المباراة، ولا يرضيه إلا الفوز ولا شيء غير الفوز. لقناة الجزيرة الرياضية، عمر المقري، الرياض.